فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. المتوكل رحمه الله هو الذي نصر أهل السنة في خلافته بعد أن عذبهم وأهانهم المأمون، ومن بعده المعتصم ثم الواثق. هؤلاء أهانوا أهل السنة، وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله، ونصروا أهل البدعة، نصروا الجهمية والمعتزلة، وأرادوا أن يلزموا المسلمين بالقول بخلق القرآن، إلى أن جاء عهد المتوكل رحمه الله فرفع المحنة عن أهل السنة، وأعز الإمام أحمد وجعل يستشيره في كثير من الأمور. فهذا من مناقبه رحمه الله.